في أخت سائلة بتقول إن لها قريب بيعمل في مكتب حسابات كمحاسب، وحدثت مناوشات في المكتب فتم فصله من العمل تعسفيا، وما زال هو في آخر شهر له في العمل. فهو هذا الأخ المحاسب يعني يعمل شغله بشكل طبيعي، لكن إذا حد اتصل به في غير أوقات الدوام فبيخلص لهذا الشخص اللي اتصل في غير أوقات الدوام مصلحته، بياخد الفلوس ليه. السؤال بقى، هذا الأمر هل حرام أم حلال؟ هو الاسم ايه؟ تقصد اسم العمل؟ لا اسم ال يعني ده الاخت مش بعت الاسم دكتور، ماشي عبر طيب الواتساب. طيب ماشي. على كل حال هو ده هيرجع اخي طارق حبيبي واختنا صاحبه السؤال، هيرجع الى طبيعه العقد المبرم بينه وبين جهه العمل. اي نعم، طبيعه العقد. اذا كان العقد منصوص فيه ان هو لا يتقاضى، يعني لا يتقاضى فلوس من غير راتبه، هذا واحد. وإذا كان منصوص عليه برضو أنه ما يعملش هذا العمل للغير، فالعقد شريعة المتعاقدين كما هو مشهور ومتعارف عليه، والنص القرآني الذين منوا أوفوا بالعقود، والنص القرآني في آية البر يقول تعالى والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. فبالتالي هو لم يتصل به أحد وينجز له هذا العمل، والعمل ده من طبيعة عمله هو وداخل في إطار عمل وطبيعة عمله في الشركة اللي هو فيها، يبقى هو وهو مقسوم له رزق ومقطوع له راتب. والحديث الصحيح يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام من استعملناه على عمل فرزقناه منه رزقا حسنا فما أخذه بعد ذلك فهو غلول. فهو غلول، والغلول أخذ المال خفية. وسمي الغلول، سميت الأموال اللي تؤخذ بهذه الصورة غلول ليه؟ لأنها يؤخذ فيها المال خلسة وخفية. وبعدين الأصل الغلول تخلل الماء خلال الشجر، فخفية وليس ظاهرا وليس سيحانا على سطح الأرض. فلما كان أخذ المال بهذه الصورة بصورة خفية وبعيد عن إطار العمل سمي غلولا. والنص القرآني يقول تعالى في كتابه عز وجل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وبعدين أيضا حديث صحيح يقول فيه النبي صلى الله وسلامه عليه يقول لا أعرفن رجلا منكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها رغاة أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ما عرفوش لا هو مني ولا منه. ومعنى الحديث إن اللي بيتوظف في عمل ويكون مقسوم له راتب ورزق معين مرتب دوري منتظم ثابت ما أخذه بعد ذلك فهو غلول، يأتي بي يوم القيامة. فلو أخذ مثلا شاة، لو أخذ بقرة، لو أخذ ناقة، لو أخذ جاموسة، يأتي يوم القيامة ويحمل الجمل فوق ظهره والعياذ بالله، يحمل الناقة فوق ظهره، يحمل البقرة فوق ظهره، يحمل الشاة فوق ظهره، ويصدر منها صوت البقر خوار وصوت الشاة رغاء وهكذا، فيجمع بين ثقل الحمل والفضيحة بالصوت، هذا دليل على أنه غل ودليل على أنه خان. فلذلك على حسب طبيعة العقد ونصول العقد اللي بينه وبين جهة العمل إن شاء الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله.